من عمان السيد سركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أحييك سيد سركيس. في البداية نتحدث عن تحركات البنوك المركزية حول العالم، والأسترالي يستمر في برنامج شراء السندات بقرابة 100 مليار دولار، كل ذلك إضافة إلى خطط التحفيز الأمريكية ستدفع بأسعار التضخم للارتفاع. بالمقابل لا نشهد انعكاس ذلك على الذهب، لأنه دائما يحدث أنه يكون في إقبال الشراء على الذهب. ما الذي يحدث تحديدا؟ الذي يحدث حاليا في الأسواق المالية فيما يتعلق في تحركات أسعار الذهب هي تكافؤ ما بين قوى الطلب والعرض. فبحسب مجلس الذهب العالمي، آخر القراءات تظهر لنا بأن الطلب العالمي على الذهب كان حوالي 3750 طن، فيما المعروض في العالم من الذهب بحسب مجلس الذهب العالمي كان حوالي 3850 طن، وهنالك فرق يزيد قليلا عن 100 طن فائض بالمعروض للذهب، وهذا ما جعل أسعار الذهب تتوقف عن الارتفاع وتشهد بعض الضغط الهابط. لكن هنالك أيضا ملاحظة مهمة يجب النظر إليها، وهي أن الصناديق المتداولة الصينية منذ بداية هذه السنة قامت بإخراج سيولة من الذهب لديها، وبحسب آخر التقارير خرج من هذه الصناديق حوالي 1.5 طن من الذهب، وهذا ما زاد أيضا الضغط على الأسعار. لنأخذ الآن المستويات التضخمية الحالية في الدول العظمى، سوف نلاحظ بأن الصين تشهد نسب تضخم حول سالب 0.3%، وهذا الأمر تحديدا هو الذي استحث الصناديق المتداولة لتخفيض حيازتها من الذهب، وهذا الأمر أيضا يتبعه انخفاض في مستويات التضخم في عديد من الدول في العالم وعديد من الدول العظمى، حتى أذكر منها اليابان وكذلك في منطقة اليورو وحتى في بريطانيا والولايات المتحدة. فالتضخم على المدى القصير ما يزال منخفض، ورافق ذلك ارتفاع في عوائد السندات مما خفض الطلب على الذهب. لكن باعتقادي هذه الظروف الحالية بالنسبة للتضخم تعتبر ظروف مؤقتة، لأن سياسات البنوك المركزية وكذلك توجه الحكومات حول العالم نحو إقرار حزمة تحفيزية جديدة، وننتظر الآن ليس فقط حزمة تحفيزية أمريكية بل أيضا حزمة تحفيزية من الحكومة اليابانية، وكل هذه الحزم التحفيزية ربما ستتسبب بارتفاع في التضخم على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي أعتقد بأن الضغوط على أسعار الذهب ربما ستستمر قليلا، لكن على المدى الأبعد هنالك احتمالات بأن تعود الأسعار للارتفاع. نعم سيد سركيس، كذلك من الأمور التي تلفت الأنظار في أسواق العملات من جهة أخرى كنا شاهدنا حركة الين الياباني وكذلك الفرنك السويسري، ربما ما هي أبرز الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى هذا التراجع ولأي مدى ستستمر؟ بالفعل انخفض الين الياباني نحو أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر أغسطس 2020، كما أن الفرنك السويسري يشهد ضغوط ملموسة، وهذه الضغوط تزايدت إن كان على الين الياباني أو الفرنك السويسري مع تزايد الفجوة ما بين عوائد السندات الأمريكية وعوائد السندات إن كان في سويسرا وفي اليابان، خصوصا مع أسعار فائدة سلبية تقوم فيها وتحتفظ فيها البنوك المركزية إن كان في سويسرا أو في اليابان. فيما لو نظرنا إلى عوائد السندات الأمريكية التي وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى قليلا من 1.6% بالنسبة لعوائد سندات أمد استحقاق 10 سنوات، حتى مع انخفاضها هذا الأسبوع إلا أنها ما زالت تحوم عند مستويات 1.4% أو أعلى قليلا، وهذا ما يترك فجوة كبيرة ما بين عوائد السندات الأمريكية وكذلك السندات الحكومية في اليابان وسويسرا، مما يزيد التدفقات النقدية الخارجة من اليابان وكذلك من سويسرا، ويستفيد من ذلك الدولار الأمريكي الذي يشهد طلب متزايد خصوصا مع تأخير حزمة التحفيز الأمريكية، رغم أنها مرت من مجلس النواب الأمريكي إلا أننا حاليا في انتظار مستجداتها من مجلس الكونغرس، وكلما طالت هذه الفترة ربما سيكتسب الدولار مزيدا من القوة على حساب فروقات عوائد السندات بين تلك العملات التي توصف بأنها عملات ذات عائد منخفض بالنسبة للفوائد، بينما الدولار الأمريكي يعتبر حاليا على الأقل ذو عائد أعلى نسبيا بمقارنة فروقات أسعار الفائدة، حتى وإن كانت أيضا منخفضة جدا في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتقع بين 0.25%. فمعاملات الارتباط الآن تصب في صالح الدولار الأمريكي مع تضخم أو زيادة فروقات العوائد بين تلك السندات. طيب سيد سركيس، أيضا تتجه الأنظار طبعا
يوم الغد يعني الأربعاء تحديدا، وخاصة نحن نعلم جيدا بأنه المركز البريطاني سيعلن أو وزير المالية البريطاني سيعلن عن أول موازنة لبريطانيا بعد البريكزيت، وقيل بأنه ستشمل الموازنة بالتأكيد الإعلان عن مصرف تمويلي للبنى التحتية في بريطانيا. هل من الضروري أن نراقب خلال هذه الفترة تحركات الباوند إذا ما كان ستحمل هذه التصريحات أي من مستجدات، وماذا يعني لبريطانيا لفوتسي لتحركات الباوند يعني موازنة منفصلة عن الاتحاد الجمركي الأوروبي وعن الاتحاد الأوروبي؟ بالفعل هذه ربما تكون أول موازنة سوف يتم وضعها بعدما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتجه الأنظار حاليا على وجه الخصوص نحو هل سوف تبقى لندن هي عاصمة المال ضمن العالم أو ضمن في الاتحاد الأوروبي سابقا وحاليا. تشير أغلب الآراء بأن عاصمة المال في بريطانيا أو في لندن ربما سوف تبقى، وقد تكون المنافسة الحالية ما بين نيويورك وكذلك وربما أيضا يكون في دول آسيوية، لكن على وجه الخصوص سيتابع المتداولون حاليا بما يخص الجنيه الاسترليني كيف سوف تكون التدفقات النقدية التابعة للأعمال والصرف وتناقل الأموال في العالم، كما كنا معتادين سابقا أن يكون الكثير منها يمر في عاصمة المال لندن، لكن الآن حاليا سوف تتم مراقبة أي مستجدات بخصوص هذه التناقلات. وأعتقد بحسب اعتقادي بأن الاتفاق ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يتضمن نقاط واضحة حول كيفية تناقل الأموال، وهذا ما يجعلني أيضا أعتقد بأن هنالك أمامنا فرصة لأن نرى اتفاقات مستقبلية بهذا الخصوص والتي قد تترك لندن أيضا ضمن قائمة الأعمال المالية الأولى، وهذا ما قد يجعل الجنيه الاسترليني يستفيد من ذلك، لأن أغلب المخاوف كانت بسبب التقييدات التي كان يراها الكثيرون، لكن مقابل الدولار وخاصة من انتقال ربما مركز الأعمال أو لندن. نعم بالفعل. أشكرك ضيفنا من عمان السيد سركيس توبريان، وأنت محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.